ينضم إلينا من لندن مراسل غد بهاء ملحم. بهاء، هل لك أن تجمل لنا ما جاء في كلمة مي إلى الآن؟ سهام، هذه الكلمة لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي أمام البرلمان بدت مليئة باللاءات. هي قالت لا لإسقاط خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لا لتأجيل الخروج من الاتحاد أو تمديد المادة 50 من المعاهدة الحاكمة للعلاقة بين الطرفين والأعضاء في هذا الاتحاد، ولا للمضي نحو خيارات أو الدعوات للذهاب إلى استفتاء ثاني. هذه اللاءات الكثيرة ربما دفعت زعيم المعارضة جيريمي كوربن للتأكيد والقول بأن تريزا مي لم تأتي بجديد بعد أسبوع من الانتكاسات والهزائم لها ولفريقها ولخطتها أمام البرلمان خلال الأسبوع الماضي. وقال كوربن بأن تريزا مي لا زالت تعيش في حالة من الإنكار كما وصف الأمر حول حجم الرفض في البرلمان لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال بأن الأمر واضح بأن تريزا مي لا تمتلك أي خيارات بديلة لخطتها التي كان البرلمان قد رفضها ومنيت حكومتها بهزيمة كبيرة. بالتالي حالة الاستعصاء وحالة الجمود وحالة التباين والانقسام بين تريزا مي وفريقها وبين الأطياف السياسية الأخرى وبين الحالة والصورة السياسية والمشهد والقراءة داخل البرلمان لا تزال القائمة. لكن في ظل هذا المشهد أكدت تريزا مي بأنها تسعى إلى تغيير نهجها التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي، ستنفتح على الأحزاب المعارضة الأخرى، ستنفتح كذلك على الشركاء في الحكومة، حزب الدي يو بي الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي، للوقوف على القلق والشكوك وبواعث الرفض لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحديدا بما يتعلق بالزوايا المرتبطة بالحدود بين الإيرلنديتين، وبأن تريزا مي ستحمل كل هذه المخاوف وكل هذه المواقف وكل هذه المخرجات من حالة الانفتاح والمشاورات مع الأحزاب الأخرى ستحملها وتذهب بها إلى بروكسل أملا في تثبيتها والحصول على ضمانات مكتوبة وواضحة وصريحة علها تعود وتفلح بتمرير خطتها للخروج أمام البرلمان، وهي الخطة التي لا يبدو واضحا بأنها لا تزال عالقة عند مواقف الرفض لدى طيف واسع من البرلمانيين البريطانيين. شكرا جزيلا لك بهاء ملحم مراسل الغد، كنت معنا من لندن.